الطموح ديالنا باين ورغبه عندنا باش ان شاء الله هذه السنه هذه باش نلعبوا على الصعود، ولكن مازال مباريات. اليوم المباراه مع وداد تمارا شفت تنظنوا حنا تنعطوا اهميه اللي تنقولوا بانه ديربي. عارفين المكان ديال وداد تمارا يعني في متدايل الترتيب، فبالنسبه لي انا ما غيجيش بانه غيهبط يديه، غيحاول بانه يقلب على 3 نقاط، ولكن الحمد لله العزيمه ديالنا ديال اللاعبين تنشكرهم على هذا المجهود هذا اللي خلاهم بانهم يكونوا فور تاكتيكمون فور فيزيكمون فور مونطالمون باش يحققوا الاهم اللي هو الانتصار. والحمد لله انتصار اليوم يخولنا باننا دائما نبقاو ان شاء الله يعني في المطارده، وتنتمنى نحققوا الاهم اللي هو الصعود. ف باين سر يعني شويه خصك ضروري يكون ضباط في الحياه ديالك الشخصيه. ناس بكري تعرف شنو تتاكل، تزيد واحد تمارين من عندك، فهذا في يخليك بانك تطول اكثر والحمد لله. فتتمنى كل ما اللي عندي نقدمه لهاد اللاعبين الصغار هاد الشبان باش ان شاء الله في مهنة قدام تاهم نشوفهم يعني في فرق كبرى، ولما لا في المنتخب الوطني، لان البدايه ديالي كانت من استاد مغربي وهكا بديت، فكانت عندي تجربه كبيره، ونتمنى ان شاء الله باش حتى اللاعبين يدوزوا من هاد المرحله ومن هاد التجربه هادي باش يحققوا الاهم يضمنوا المستقبل ديالهم.